بالنسبة لهذا المشروع، هو مشروع وطني تخلق هذه السنة الدراسية 2022-2023، والغاية منه هو تشجيع القراءة والرفع من القرائية في المجتمع المغربي. هو مشروع موجه على شكل مسابقة لربعة نتاع الفئات. الفئة الأولى اللي تتمنى هي الفئة نتاع التلاميذ من السنة الأولى ابتدائي حتى المستوى نتاع البكالوريا. ويكونوا قراو 30 كتاب خلال سنة دراسية. هاد 30 كتاب تيخصها تكون متنوعة حسب المستويات الدراسية والعدد نتاع الصفحات تاعي حسب المستويات الدراسية إلى غير ذلك. الفئة الثانية المعنية بهذه المسابقة هما فئة المدرسين أساتذة، سواء العاملين في المؤسسة نتاع التعليم العمومي أو التعليم الخصوصي، اللي كيدرسوا من السنة الأولى ابتدائي حتى البكالوريا. نفس الشرط هو قراءة 30 كتاب ولكن في مستوى نتاع أستاذ. تنوع المجالات نتاع المعرفية، خمسة المجالات. وبطبيعة الحال المسابقة غتكون على المستوى الإقليمي ثم على المستوى الجهوي ثم على المستوى الوطني كما هو الشأن بالنسبة لجميع الفئات. الفئة الثالثة المعنية بهذه المسابقة هي فئة طلبة الجامعة. في تجارب سابقة نتاع تشجيع القراءة كنا كنلاحظوا بأنه تنبنيو واحد العدد نتاع التلامذ اللي تيكونوا مارسوا القراءة وما في التعليم الثانوي في الابتدائي وفي الثانوي، ولكن اللي تيمروا للجامعة تتنقطع هذه القراءة نتاعهم. لهذا قررنا أنه تكون عندنا مسابقة ثالثة، مسابقة خاصة بطلبة الجامعة. الطلبة الجامعة ما محتاجينش أنهم يتسجلوا على طريق الإدارة ديالهم، تيتسجلوا مباشرة في الموقع نتاع المسابقة. وبطبيعة الحال ما حدهم تيتقدموا في قراءة 30 كتاب إلا هما تيوضعوا المدونات نتاع الملخصات نتاعهم. وفي نهاية السنة بحال مثلا بالنسبة لنا الآن في نهاية شهر يونيو غادي نحصلوا الأعداد نتاع الطلبة اللي كملوا قراءة نتاع 30 كتاب، وغادي يتسدعوا المسابقة اللي غتكون على مستوى الجامعات على مستوى جهوي ثم مسابقة وطنية في نهاية شهر شتنبر المقبل. آخر مسابقة ومكون هي مسابقة متعلقة بما سميناه المؤسسات التنويرية، وهي المؤسسات المساهمة في رفع من منسوب القراءة في المجتمع. يمكن تكون مؤسسات تعليمية أو أكاديمية، يمكن تكون مؤسسات إعلامية، يمكن تكون مؤسسات ثقافية كمكتبات إلى غير ذلك. هذه المؤسسات بطبيعة الحال من كتسجل بشكل فردي وطوعي في المسابقة وفي الموقع المسابقة، تيكون مطلوب أنه قبل من واحد تاريخ معين هذه السنة 30 يونيو أنها توضع مجموع المشاريع اللي اشتغلت عليها على شكل واحد المدونة أيضا اللي تيتم تحكيمها من طرف خبراء اللي تيشتغلوا في مجال تاع القراءة على المستوى الدولي. بطبيعة الحال المؤسسة التنويرية اللي غادي تحوز على المرتبة الأولى غادي تحصل على مكافأة مالية كما هو الشأن بالنسبة للتلاميذ وبالنسبة للطلبة وبالنسبة للمدرسين. التلاميذ في مسابقات سابقة دولية كنا بدينا في 2016 تقريبا ب 200 ألف في واحد المنظومة تعليمية اللي كان فيها تقريبا 7.5 مليون نتاع التلاميذ. وبقى هذاك العدد غادي يرتفع حتى من بعد الفوز نتاع التلميذة مريم أمجون اللي كانت فازت واحد السنة بالمسابقة الدولية، وصلنا 1.5 مليون في السنة الموالية نتاع التلاميذ اللي كانوا تيشاركوا. وهذا كيعطينا أعداد هائلة لا تتصور نتاع التلاميذ اللي كانوا تيكملوا 50 كتاب في هذيك المسابقة، بحيث أن وصلنا واحد السنة ل 220 ألف تلميذ اللي كملوا القراءة والتلخيص نتاع 50 كتاب وشاركوا بها في المسابقة المحلية والجهة والإقليمية والوطنية والدولية. سهل جدا ان التلامذ في المستوى نتاع الابتدائي والثانوي، وحنا تنركزوا بزاف على هذه الفئات، انه يتعودوا على القراءه. وبطبيعه الحال اذا تعودوا على القراءه فهما اللي غادي يعطيونا ذاك المجتمع القارئ، ذاك الاستاذ القارئ، ذاك المهندس او الطبيب القارئ، ذاك المواطن القارئ في المستقبل.